بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فنظرة إلى ميسرة. إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحقيقة دكتورة سماح عزب بقالها حبة قاعدين قبل الفاصل بنتعلم، يعني لو شدة هتفرق في المعنى وتوديه في حتة تانية خالص. لو كسرة مكان فتحة أو سكون، تخيلوا نفس الكلمة بنفس طريقة الكتابة بس دي مكسورة ودي عليها سكون، تفرق في المعنى تماما. زي مثلا كلمة فنظرة. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. قولي لي بقى يعني ايه فنظرة، والفرق بينها وبين نظرة ولا نظرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. مهم جدا لما اجي اقرا القران الكريم اول حاجه اراعي التشكيل، اراعي بقى كمان نطق الحرف. بصي دي، واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم، دي في سوره الاعراف، فكثركم يعني جعلكم كثير. لكن لو انا ما نطقتش السه صح وقلت فكثركم يبقى كسركم حطمكم. شفتي المعنى؟ عشان طبعاً. بس نطق الكلمة، صراط الذين أنعمت عليهم، لو قلت أنعمت عليهم يبقى الإنعام ليا أنا. شفتي بقى، عشان دي في الفاتحة، عشان مهم قوي إن إحنا نعرف الذين المعنى. أنعمت عليهم يعني أنت يا الله، لكن أنعمت يعني الإنعام منسوب ليا أنا. أيوه. شفتي بقى التشكيل فرق قد إيه؟ غير المعنى بشكل رهيب. فعشان كده واحنا بنحفظ واحنا بنقرا نركز كده في تشكيل الكلام. حد يقول لك اعرف نحو واتعلم نحو، طبعا تعليم النحو والاعراب دي حاجه حلوه وحاجه كويسه فيها خير، لكن ما عندناش وقت او الموضوع صعب عليا او الى اخره. كل ده اركز بقى كده، ويعني اركز مع عيني وافتح عيني للتشكيل بيقول ايه. والضمه دي الضمه في اللغه العربيه وهي لغه القران الكريم تقابلها في اللغات الاخرى اللاتينيه والانجليزيه والفرنسويه جمله عشان يشرحها. يعني الضمه تقابلها جمله، يعني شوفي حضرتك انعمت حاجه وانعمت حاجه. أيوة. فدي جمله، لازم جمله تشرح المعنى. في الايه بقى دي والايه اللي بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ده اسمه الامر الاخير في القران. عارفه لما نكون بنقول حاجه واختم لك بجمله هي دي اللي يبقى عليها كل التركيز. اهو القران كله اتختم بالايه دي، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. لكن خلينا نقول وان كان ذو عسره فنظرات الى ميسره. يعني الايات دي نزلت بعد الحديث عن ايات الربا وايات الداخلين على ايه الدين. يعني لو انت سلفت حد وانت بتتعامل معاه بالربا طبعا قبل نزول الحكم، فخد بس راس المال. ولو انت سلفت حد وكان هو معسر فنظره، يعني فانتظر الى وقت الميسره ولك الاجر. شوفي بقى الحد فين. نظره يعني بصه. ايوه. نظره يعني انتظار. انتظار. وبعدين شوفي بقى هنا الادب اللي احنا نتحلى بيه، وخصوصا في وقت الضيق. مش عشان هو استلف مني انا افضل ابتدي بقى كل شويه اعرفه واحسسه كده بالاهانه، واحسسه ان هو عنده نقص في الحته دي، وافضل اقول له لا، ده لو انت عندك عسر استنى الى ميسره. وان تصدقوا خير لكم. ايه اللي جاب تصدقوا هنا؟ يعني لو انت مش محتاج الفلوس اعف عنه، اعفوا عنه واطلب الاجر من الله واعتبرها انها صدقه. يعني تصدق بالفلوس اللي انت سلفتها له. ايوه. وخلاص قول خلاص مش عاوزهم. تصدق عليه. يعني سيب له الفلوس لو انت بس مش عايز. بس مش ما اخذ بسيف الحياء فهو باطل، لان في ناس بتتعامل كده، تبقى سالفه منك وهي في قرارة نفسها عارفه انها مش هترد لك الفلوس، لان عارفه ان دكتوره سماحتي طيبه وغلبانه مش هتقول حاجه. فده مدى حرمانيه كده. لا طبعا، ما اخذ بسيف الحياء فهو سرقه. ولكن احنا واحنا بنسلف نبقى عارفين اللي قدامنا، وما فيش اي عيب في مطالبه في الحقوق لو انت عارف ان الانسان ده فعلا وحقيقي هو مش قادر يسد. فانت دلوقتي عندك الاختيار. وبعدين عندنا حديث في صحيح مسلم معناه اللي بيعفو عن غريمه او يعفو عنه او ينتظر ربنا سبحانه وتعالى بيظله في يوم لا ظل الا ظله. تخيلي يوم الكرب الشديد ده، يوم الحراره ويوم الصعب جدا جدا، ممكن ان يعني يكون السبب في ان ربنا يخفف عنك اليوم ده ان انت عفيت عن حد، ان انت تصدقت عليه بالمال. وتيجي الايه بقى اللي احنا بنقول عليها الامر الاخير، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. وده برضو للي سلف واللي استلف ولكل حاجه في حياتنا. يعني اتقي هذا اليوم. يعني ايه تقوى؟
اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، اجعل بينك وبين معصية الله وقاية، ما تحطش نفسك في موقف تؤاخذ عليه بالعقاب. ده معنى التقوى. وكلمة يوما ترجعون فيه إلى الله هنا حاجة اسمها التذكير بالمرجعية. افتكر اللي اليوم اللي هتقف فيه بين يدي الله، وبعدين اللي هيحصل، ثم توفى كل نفس ما كسبت. كلمة توفى يعني أنت هتاخد حقك وافيا، لا أزيد ولا إن أقل، إلا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعطيك خير الجزاء. فدايما الواحد في كل حياته يفتكر اليوم اللي هيقف فيه بين يدي الله للحساب، ويشوف ان الفلوس دي، ودايما يفكر نفسه الفلوس دي هتخلص، صرفتها في الدنيا هتخلص، فضلت معاك للورثه ممكن ما يفتكروش ان انت صرفتهم الفلوس او ان هم يعملوا بيها خير ليك. طيب نروح نشوف تقرير عن مستشفى ونرجع نكمل حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ صدق الله العظيم. عاوز احكي لكم حكاية فدانين أصحابهم وقفوهم لله. اتعاملت عليهم المستشفى اللي أنا واقف عليها دلوقت، مستشفى البر والتقوى بدمياط. عاوز أقول لكم بس إنه في سنة واحدة واستجابة لقبول الله عز وجل تم علاج وعمل تحاليل لخمسة وتسعين ألف مريض. تصور 95,000 في سنة واحدة، شوف دعاهم يعمل لك إيه يوم القيامة ويكافئك بها ربنا ازاي. ساهموا مع جمعية البر والتقوى المصرية في مستشفى البر والتقوى بدمياط. عندما تتصور أن الله عز وجل يخاطبك بلغة القرض، يجب أن تعلم أنه يضمن لك الرد، فإنك تقرض الغني الذي لا يحتاج إلى قرض من خلقه أصلاً. لذلك هذا المستشفى الذي نقف فيه الآن، مستشفى البر والتقوى بدمياط، إنما هو تجسيد لتلك المعاملة مع الله عز وجل. هلموا أخوة الإيمان والإسلام لإكمال ذلك الصرح العظيم ولدعمه بكل ما نستطيع، إقراضاً لله تبارك وتعالى كما أمر في كتابه. شاركوا جمعية البر والتقوى المصرية لإكمال ذلك الصرح العظيم، ونسأل الله العلي العظيم أن يستعملنا ولا يستبدلنا. تطور الحقيقة سريع جدا، ويعني نفتخر بيه، حصل في مستشفى البر والتقوى. وتحية لفضيلة الشيخ خالد الجندي اللي راح وشاف بنفسه. وأعتقد المصداقية بتيجي من هنا، إننا بنصور في الأماكن يعني الأساسية الحقيقية، وناس يعني برضو ثقة بيروحوا يزوروا وبيشوفوا بنفسه. دايما بنقول ليس كمن رأى كمن سمع، يعني لما نشوف الحاجة واضحة قدام عينينا ده بيكون أفضل. بس شوفي حضرتك في مستشفى البر والتقوى بيتكلم على إن كل غرفة أو على سرير العمليات، وكان في مركز للأطفال المبتسرين الحضانات، ده كل ده خير كبير ودعاء. وكم حد في خلال السنة اللي فاتت أو في خلال السنين اللي فاتت استفاد من هذه المستشفى، كم دعوة جت للي كان سبب في ان هو شفاء الناس، ساهم في المستشفى فجاب بالمساهمه بتاعته بالهديه بتاعته سرير او كرسي او اي حاجه انتفع بيها الناس. كم حد يعني هيدعي له لما يكون سبب بس حتى في جهاز التنفس. فدعوات كتير بتوصل سواء للانسان وهو على قيد الحياه او بعد وفاته. وطبعا الايه بتقول لنا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، يعني نستفيد منها اعمل رصيد.
اعمل خزين من الحسنات ورصيد ينفعك في يوم الحساب. ده مش هيجي في يوم وليلة. ولو في حد ما عندوش امكانيات يعني ما تستقلش بالحاجة اللي انت هتعملها، القليل على القليل هيكون كتير. تبليغك هو في حد ذاته من رصيد حسناتك. يعني لو انت مش قادر نعلم ولادنا بالقوة، نعلم ولادنا بالقدوة، يعني نعلمهم ان يلا احنا نساهم، انت تعمل وولادك هيعملوا زيك. او نبلغ اصدقائنا، نبلغ اي حد ان احنا نعرفه، يلا نعمل خير. مستشفى البر والتقوى بتدعو رسالة خير وامان، اهو خير كبير اهو، شوفي حضرتك كم جهاز وكم كرسي انتظار وقد ايه، يعني عارفة دعوة خير في انتظار الناس اللي هتساهم. وطبعا دايما بنقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. في حديث شريف افتكرته دلوقتي اللي هو ان الله يحب ان يرى اثر نعمته عليك. ايوه، يعني ان الانسان اللي هو عنده نعمه يشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها. عليها ازاي؟ ان هي تبان، تبان في هيئتي، تبان في صفاتي. يعني يمكن حسيت بالحديث ده وانا بتفرج على المستشفى انه اثر نعمه التبرد، ما هي دي نعمه، الاثر النعمه بان. يعني في ناس ممكن تاخد والحاجه تفضل زي ما هي، انما الاثر بان. فهو ده يمكن افتكرت، ويمكن ناس كتير تاخد الحديث ده بالمعنى اللي هو ايه، ان انا البس حلو واركب عربيه وكده، انما لا، هو كمان التبرعات دي حاجه نعمه من نعم ربنا، فلما اثرها يبان في الحاجه اللي احنا بنتبرع بيها فدي حاجه كويسه قوي. ودايما لما اعمل حاجه اعملها افضل حاجه، لان خصوصا المساعدات والهديه دي هي هتقع في يدي الله اولا. وطبعا دايما الايه اللي بنقولها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني زي ما الحاجه اللي انت بتحبها لازم تعطي منها. تمام. والاحلى والاحلى انه الحاجه تروح لغايه مستحقيها، لحد باب بيتهم. وانه لو احنا بنمشي خطوات في الخير ورجلنا يعني يوم القيامه يعني الجوارح هتعترف وهتشهد علينا، فاعتقد كمان الطرق والخطوات اللي في الخير زي الخطوات اللي للمسجد، زي الخطوات اللي فيها صدقات هتشهد. القوافل بقى اللي بنبعتها اعتقد برضو إن لما نقطع طريق طويل عشان نوصل الحاجة ولا الخدمة ولا الخير ولا النعمة لمستحقيها في باب في عقر دارهم، دي ثوابها عظيم قوي. خلونا نشوف تقرير عن القوافل ونرجع نكمل حلقتنا.
كنت زمان واحنا صغيرين كان يعني بنتعلم ان السنبله وهي طالعه من الارض كده معروف ان الرزايه اللي جوه كل سنبله دي معروف مين هياكلها، ربنا سبحانه في علم الغيب بقى عند ربنا سبحانه وتعالى. فخليك انت سبب في انك توصل ده لصاحب اللي هياكلها يعني. فالاب ياكل ولاده، ياكل مراته يعني كده. فهنا برضو المشاهد دي افتكرت برضو الموضوع ده، انه احنا نبقى سبب في انه الحاجة دي هتوصل، هتوصل وهي خارجة من الارض وهي خارجة من البيت وهي في الطريق، بس ندخل كده نزرق نفسنا في النص كده وناخد مع الناس دي الثواب يعني. يعني حضرتك الحاجة هتوصل للمحتاج وربنا سبحانه وتعالى كاتب له رزقه. صحيح. ومن دابة في الارض الا على الله رزقها. طيب هي وصلاله وصلاله، لكنها توصل لك عن توصل طريق له عن طريقك، ده منتهى الشرف والمكانة، وربنا اختصك وربنا أراد إنه يعطيك الثواب. بصي بقى حضرتك، أنا رحت المخزن ده هو قد إيه ممتلئ يعني زي ما احنا شايفين كده بالمواد الغذائية واحنا داخلين على رمضان، بس مهما كان ممتلئ احنا محتاجين زيادة، لأن زي ما احنا شايفين طبعا دخلة رمضان، وطبعا جمعية البر والتقوى مش بس بتوصل الكرتونة دي في شهر رمضان، هي طول السنة ومطبخ الخير موجود باستمرار، لكن واحنا داخلين على رمضان افتكر كمان ثواب اطعام الطعام وقد ايه الجزاء اللي في انتظار اللي بيساهم في اطعام الطعام، ونشوف كده دعوه هتوصل لك ساعه الفطار من اب او ام ما كانش عندهم امكانيه ان هم يفطروا او يفطروا اولادهم. بس في حاجه لازم ناخد بالنا منها، واحنا قبل رمضان في حد بيدعي وعايز يطمن ان هو عنده الكرتونه بتاعت رمضان، عنده الاحتياجات بتاعته حتى ولو كام يوم قبل رمضان، فاحنا ما نستناش لاول يوم او نستنى بعد ما يفوت كام يوم من رمضان واقول اصل ما طلع حاجه في رمضان دي ثوابها اكبر. لا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقيم، هو اللي بيعطي الثواب. يلا نسارع ونشارك، ويعني نحط كده نيتنا ان انا بطمن حد ان حاجتك موجودة، يعني بفك كربه، ييسر على معسر، واطمن انت عندك رزق اولادك، اطمن انا يعني هتوصلك الحاجة بتاعتك. ده في حد ذاته وجبر الخاطر، ده في حد ذاته له ثواب عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. الاثر النعمة باين الحقيقة في المخازن دي، دي نعمة من نعم ربنا علينا اننا نحس، يبقى عندنا بس نعمة الإحساس أول حاجة. وإنه يعني النهاردة يعني سمعت مكالمة إنه مثلا واحدة بتشتكي إنه هي كانت ابن عاقة وإخواتها أبناء ربنا هديهم، فقلت ده نعمة يعني. إحنا لازم يعني نحس بإنه ربنا إدانا، هي حاجة إدهالنا. ف اولا ما نتعالاش وما يبقاش عندنا كبر على اي حد يعني اقل، وفي نفس الوقت يعني نفرح ونثمن فكره انه ربنا هداني وما كنا لنهتدي الا ان هدانا الله يعني. وكم من نعمه ننسى احيانا انها نعمه علشان احنا تعودنا عليها. لكن احنا لازم نقعد نفكر كده، عشان كده القران دايما بيدعو ان احنا نتفكر ونتامل نتدبر في كل حال. عارفه حضرتك ان ربنا سبحانه وتعالى يسر لينا الطعام وهو موجود قدامنا، حتى قدرتنا على البلع، قدرتنا على التنفس. صحيح. قدرتنا ان احنا نقوم من على السرير ونعمل كل حاجتنا من غير مساعده. الصحه نعمه. ان ربنا سبحانه وتعالى رزقني بالاكل وانا مطمن ان انا عندي في رمضان، ومطمن على اولادي، كل دي نعم. فمن شكرها، من شكر النعمه ان انا طبعا اخرج منها بالقول وبالقلب وبالفعل ان انا اساعد غيري. شكرا جزيلا دكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله.